السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى لكم تكونوا في أحسن الأحوال والله يدخل علينا وعليكم رمضان بالخير والبركة والصحة والسلامة. وباش تبنيتو جيت نتقاسم معكم وصفة اللي كتكون في كل طاولة مغربية الحريرة، نتمنى تعجبكم. إلى أول مرة كتزوروا قناة أم خولة مرحبا بكم، ألف مرحبا، وما تنسوش الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه للمقادير كاين عندنا الحمص مرطب، كاين عندنا العدس، كاين اللي كيدير الفول، كاين قزبر معدنوس، كاين الكرافس، هذوك راه عندي العيدان تاع الكرافس حتى هما دايراهم، كاين ثلاثه ديال المطيشات كبار محكوكين، كاين البصله، كاين الخرقوم، كاين الزعفران ملوين، كاين الملحاس، كاين جبير الابزار، كاين عندنا القرفه والكرويه ومعلقه تاع السمن، وكاين قطع تاع اللحم، وكاين عندنا مطيشه تاع الحك والزيت. بسم الله على بركة الله، غادي نديرو العناصر ديالنا. درنا البصلة، كنديرو القطع نتاع اللحم، كنزيدو عليه نزيدو عليهم مطيشة محكوكة، كاين القزبر معدنوس كرافس والعيدان تاع الكرافس، كنديرو واحد القطعة نتاع الحامض، كنزيدو العطرية، الحمص والعدس، كنخليهم فوق النار يتقلاو. بعد ما تقلاو العناصر مزيان كنزيدو الماء وكنسدو على الطنجره، باش غادي ندورو الحريره كاين عندنا الماء مع الدقيق، كاين عندنا المطيشه نتاع الحك، كاين عندنا الشعريه الرقيقه، كاين عندنا شويه القزبر والمعدنوس وضمه ديال البنه. من بعد ما فتحنا على الطنجره ديالنا كنشوفوا الحمص واش طاب، كندوروها بالدقيق والماء، كنخليوه يطيب مزيان، كنزيدو الشعريه، كنزيدو مطيشه نتاع الحك، ومن بعد كنزيدو الضامه ديال البنه والقزبر والمعدنوس.
هذه هي الحريره بعد ما وجداتها كتجي بنينه بزاف، ونتمنىكم تجربوها. ولا اول مره كتزوروا قناه ام خوله، مرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش البارطاج، التعليقات الزوينه ديالكم، والى اللقاء الفيديو اخر ان شاء الله.